السيجنال بروسيسنج بقى اللي بتتم في الكوتينيوس ويف دوبلر هي كالاتي. انا بكل بساطه انا عندي ترانسميتد ويف بتبقى شكلها ساينوسويدال كده، الريسيف بتبقى شكلها حاجه عامله زي كده برضو، كويس. فاللي بيحصل دلوقتي انا عايز اعمل ديتكشن للدي ان دي. لو انا ضربت التو سيجنالز دول في بعض هيطلع لي تو كومبوننتس، يعني بضرب تو ساينوسويدز في بعض فيطلع لي ساينوسويدال بدبل الفريكوانسي او بمجموعه تو فريكوانسيز، وساينوسويدال ثانيه بطيئه بايه بحاصل طرحهم، اوكي. فكل اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا عايز اجيب الحاجه اللي هي عباره عن فرقهم، فرق الفريكوانسي بين الاثنين دول وبعض. فلو انا بصيت على السيجنال دي كده، دي عباره عن فريكوانسي عباره عن تقريبا ضعف الفريكوانسي اللي موجوده في الترانسميتد، وفريكوانسي بقى هي الفرق اللي انا عايزها. فلو انا عملت هاي باس فلتريشن للسيجنال دي هيطلع لي الانفلوب بتاعي اللي هو بيمثل لي الديفرنس في الايه، الديفرنس بتاعي في الايه في الـ في الـ في الـ في الفريكوانسي، وهو ده الدوبلر شيفت اللي انا عايزه، اوكي. فبيسكلي هي بيبقى عندي ترانسديوسر، بيبقى عندي دي موديليتور. دي موديليتور ده عباره عن ان انا بضرب الاثنين دول في بعض وبعمل لو باس فلتر، اوكي. بعد كده باخد السيجنال دي بقى بعمل لها فريكوانسي استيميشن باي طريقه بقى، ممكن انا اعملها بطريقه ديجيتال، ممكن اعملها بطريقه انالوج، يعني باي شكل من الاشكال، وفي الاخر بديسبلاي بعد كده السرعه بتساوي كام. طبعا هنا الدنيا فيري ستريت فورورد، مفيش عندي اي ليميتيشن خالص بيقول لي ان الجزء دوت ممكن لو فريكوانسي عاليه عن حد معين يبقى عندي مشكله. الحقيقه يعني دي حاجه شكلها بسيطه جدا ممكن تتعمل في منتهى البساطه حتى كانالوج سيركت، اوكي. واللو باس فلتر هنا برضو الكات اوف فريكوانسي بتاعه لو انا خدته عباره عن اف نوت اللي انا بعتها هنا اللي هي الترانسميتد فريكوانسي هيبقى مظبوط جدا، لان انا عارف ان انا بالتاكيد المجموعه تو فريكوانسيز دول اكبر من الاف نوت وحاصل طرحهم اقل من اف نوت، فسهل جدا برضو ان انا احدد اللو باس فلتر ده واخليه فيكست. فالحقيقه كامبلمنتيشن هنلاقيه بسيط جدا، وعشان كده هنلاقي ان الحاجات اللي مبنيه على الكونتينوس ويف دوبلر الترا ساوند هنلاقي ان سعرها رخيص الحقيقه. يعني هنلاقي الفيتر دوبلر مثلا ممكن نلاقيه مثلا في حدود مثلا اقل من $100، اوكي، او 500 جنيه، اوكي. فهنلاقي ان هو في حاجات بتدي ميزه الحقيقه رغم ان هو عنده ليميتيشنز طبعا، الا ان هو في ميزه كبيره طبعا سعر الهاردوير بتاعه بيبقى فعلا قليل جدا بالنسبه للايه للبالس ويف الترا ساوند. نيجي بقى للجزء بتاع البروسيسنج بتاع البالس ويف دوبلر، اوكي. البالس ويف دوبلر بروسيسنج حقيقه اعقد بكتير جدا من الكونتينوس ويف دوبلر بروسيسنج. الحقيقه الحاجه اللي هي فرق كبير بين الاثنين الحقيقه ان احنا بنعتبر الدوبلر سيجنال بتاعتنا في البالس ويف دوبلر هي عباره عن سامبل ديفيرجن من الدوبلر شيفت الاصلي، اوكي. فمعنى كده ان احنا عندنا بيسكلي عندنا مشكله سامبلنج. لو انا بتكلم على ان ده الدوبلر شيفت بتاعي، لو فرضا ده الدوبلر شيفت اللي انا عايز اجيبه، لو انا بعمل سامبلنج كفايه بالشكل ده كده، اوكي، يبقى معنى كده هجيبه فعلا مظبوط، هجيبه فعلا يعني بيرفكت، هقدر اجيب الفيلوسيتي بتاعتي دقيقه جدا جدا جدا. انما لو عملت يعني لو وصلت لغايه الناكوست بقى، لو انا الفريكوانسي بتاعتي دي مثلا اف نوت، لو انا عملت سامبلنج بتوايس اف نوت دي هيبقى بالعافيه شايف الايه، يعني عندي كده يا دوبك في كل هاف سايكل او في كل سايكل هيبقى في عندي تو سامبلز اللي هي اكزاكتلي النايكوست كرايتيريان بتاعتي. لو قليت عن كده بقى، لو خليت ان في عندي الريت بتاعي بتاع السامبلنج اقل من كده، بديتكت حاجه مختلفه خالص، بديتكت حاجه شايفين هي يعني الفيلوسيتي الحقيقيه هي اللي تحت دي، والحاجه اللي انا بعملها ديتكشن من السامبلز بتاعتي حاجه شكلها مختلف خالص. فالحقيقه العيب بتاع الباس وير دوبلر ان هو برون او يعني عرضه ان يحصل له اليسين، اوكي. فناخد في اعتبارنا الكلام ده كويس قوي، لان احنا لازم نبقى عارفين ان هو مش شرط القيمه بتاعته اللي بتطلع لي تبقى مظبوطه، لازم ابقى متاكد 100% ان انا عملت سفيشنت سامبلنج علشان الكلام ده يحصل. طبعا السامبلنج بتاعنا السامبلنج ريت ده بيعتمد على ايه؟ المسافه اللي بين النقطه دي والنقطه دي هي بتعتمد على الدبث بتاع الريجن اوف انترست بتاعتي او السامبل فوليوم بتاعتي او الجيت، اوكي. يعني انا باخد سامبل وبعد كده ببعت سيجنال تانية عشان اخد سامبل تانية، وابعت سيجنال تانية عشان اخد سامبل تانية، او ابعت ويف تانية عشان اخد سامبل تانية، وهكذا. المسافة دي هي المسافة بتاعت ان انا رحت لغاية الجيت ورجعت، اوكي. فالسامبلنج ريت بتاعنا ما هوش بايدينا نختاره عشان يبقى كده، لا ده بيعتمد انا الجيت دبث بتاعي كام وهو كنترول تماما بيها، اوكي. فمعنى كده وكنترولد برضو طبعا يعني بطبيعه الحال بالفريكوانسي اللي هو سنتر فريكوانسي بتاعي، لان السنتر فريكوانسي هو اللي بيحدد لي الدوبلر شيفت ده بيبقى بكام. وطبعا كل ما عليت في الفريكوانسي كل ما الفريكوانسي شيفت ده بقى اعلى، لان هو بيعتمد على الاف نوت، بيعتمد على الاف ترانسميتد، اوكي. فمعنى كده لو اف ترانسميتد عالي يبقى معنى كده دي محتاجه سامبلنج اكتر،
اوكي. فناخد في اعتبارنا ان احنا كل ما علينا الفريكوانسي بتاعه الترانسميشن كل ما كنا محتاجين سامبلنج اكتر، او كل ما كان الاليسنج مور لايكلي انه يحصل. وكل ما الدبث كبر، يعني معنى كده ان كل ما المسافه اللي بين الاكوزيشنز وبعضيها زادت كل ما كان برضو الاليسنج لايكلي انه يحصل.